Tenté. أنا زدت في الدنقة وقال شو رايك بقى العشير نابي انا بقى اول شيء قلت لك كده داينا ما بدأنا هاي المنطقة كلها كانت منطقة داعش والحمد لله الله أعطانا قوة وحررناها وأخذناها كلياتنا ومنعنا داعش من هون والحمد لله هالساعتين الجبل كله تحت سيطرتنا احنا والحمد لله إن شاء الله ما نخلي داعش وراح ننهي كلياته وإن شاء الله شغل ما نقدر نتقدم أكثر يعني نوصل للشدادة وإذا يطلع بيدنا نوصل أكثر وإن شاء الله كل هالمناطق هاي يصير بيدنا احنا والحمد لله احنا كنا ايد واحدة ومتفقين واحنا اخوة وان شاء الله ما نخلي العدو يفوت علينا لهون خالص وهل نقدر عليه الحمد لله قاعد نسويه ما راح نتراجع يعني اذا يظل واحد منا ما راح نتراجع بحياتنا ونظل على طول ايد واحدة